بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم في الدرس الثاني من تعلم اللغة العبرية مع ماهر. وسنتكلم في هذه الحلقة عن الحروف اليدوية، أي الحروف التي نستخدمها عند الكتابة يدويا على الورق باستخدام اليد، يعني بدون ما نضطر أن نقرأ جريدة أو غيرها من الأمور التي تعتمد على الحروف المطبوعة. قلنا حينما نمسك قلمنا يجب أن نستخدم الحروف اليدوية، لكن قبل أن نبدأ درسنا بدنا ننوه لبعض الأمور. فالمحاضرة أو الدرس السابق تكلمنا عن ثلاثة حروف، أو تكلمنا عن الحروف المطبوعة بشكل عام. في عندي ثلاث حروف: حرف بيت، حرف كاف، حرف بي أو حرف الفاء زي ما أنا قلت لكم، حرف في. في كل الأحوال هذه الحروف الثلاثة هي نفسها الحروف التي موجودة في أعلى هنا. هذه الحروف متشابهة، هي ذاتها، الحروف اللي فوق هي نفس الحروف اللي تحت، لكن الحروف هذه يختلف نطقها بحسب ما إذا كانت مشبعة أم لا. مشبعة بمعنى هل يوجد فيها نقطة بالداخل اللي احنا بنسميها داجيش. إذا كان الحرف موجود بداخله داجيش بيختلف من حيث النطق. بالنسبة لحرف بيت، إذا كان الحرف الموجود بالداخل نقطة فبسميه بيت، أما إذا لم يكن بداخله نقطة يصبح فيت، بمعنى أنه بيصير في وليس بي، إذن يتحول من بي إلى في. كذلك الحرف هنا حرف كاف، فيه نقطة بسميه كاف، إذا لم توجد فيه نقطة يصبح خاف، خاف بمعنى أنه يصير حرف بدل ما هو كاف يصير خاء. الحرف الأخير هو حرف البي، إذا كان في نقطة بسميه بي، إذا لم توجد فيه نقطة يصبح في، بصير بدل ما هو بي كالإنجليزية بصير ف، حرف الفاء. يعني هيك بتحولوا البيت بتصير فيت إذا كان في خالية من النقطة، إذا كان فيها نقطة بصير كاف، شلنا النقطة بصير خاف. الحرف اللي فيه نقطة هنا بصير بي، إذا شلنا النقطة بصير في. إذن هذه يجب أن نأخذها بعين الاعتبار قبل أن نبدأ الحديث عن الحروف اليدوية. هنا يظهر لنا الحروف المطبوعة اللي تكلمنا عنها مبارح: ألف بيت جيمل، ألف بيت فيت جيمل دالت هي ضاف زين حيت طيت يود. لاحظوا كرر الحرف مرتين، ليش؟ كاف خاف، بيت فيت، لامد ميم نون سامخ عين، بي في، هو نفس الحرف لكن غير في النقطة، صادق ثم الكوف ريش شين سين. هذه سيبوكم منها مبدئيا، خلونا على انه هذا الحرف معناته الشين، اللي خلاه يصير سين انه النقطة اختلفت، النقطة اذا كانت على اليمين فهو شين، على اليسار فهو سين. هذا نادر انه يأتي الحرف، في 50 كلمة باللغة العبرية تقريبا بس اللي بنستخدمهم انه بدل الشين بصير سين مع اختلاف النقطة، لكن احنا عامة نعرف انه هذا الحرف اللي زي هيك شين والحرف تاف. الان خلونا ننتقل ونعرف كيف بنكتبهم يدويا. اولا نبدأ باول حرف. اول حرف لدينا في اللغة هو حرف ألف، ويكتب بهذا الشكل: عصاية مائلة، ثم تأتي هذه الحركة. هذا بالنسبة لحرف ألف. حاول أكون سريع على اعتبار أنه الشكل راح أتركه لكم في الفيديو تراجعوا براحتكم. الحرف الثاني بي، البيت، بيت بيكون بالشكل هذا نقطة، إذا جاء بدون نقطة بصير فيت زي ما احنا اتكلمنا. في بعض الناس برسموه هيك، لا مشاكل في ذلك، بصير شكله قريب من شكل بيت لما بتكون بالطباعة، لكن هو الأصح إني أنا أعمله هيك. الحرف اللي بعده جيمل. جيمل هو حرف كأنك راسم الحاء بس بدون نقطة بالنص، هو عبارة عن حرف جيمل. إذن جيمل هو عبارة عن حرف حاء، حرف حاء باللغة العربية تقريبا. إذن هذا جيمل. حرف الدال هو نفس كلمة لو بس كأنها مائلة، لو
لو، وحاولوا تكونوا الواو صغيرة فيها لو. هذا حرف دالت أو حرف الدال. إذا أبجد. حرف هوز، هوز هيك شحطين حضنين بعض يعني، أو مقابل بعض زي كأنه برسم كورنر. اللي مش عاجبه الأشكال هذه بيرجع للصورة اللي احنا تركينها هان، حرف الهي هيو بالشكل هذا. ثم بعد ذلك حرف فاف أو حرف الواو يعني يأتي بهذا الشكل، عصاية عصاية كأنه حرف ألف بدون همزة، هذا حرف واو. إذا حرف فاف هو حرف واو. ثم هوز زين، شفتوا كيف حرف الحاء هو حرف الجيم، هو عكسه بده يكون هيك، عكسه تماما يعني. هذه الكلمة صارت بالعبرية، إذا هذا حرف الجيمل وهذا حرف الزين صارت كلمة غاز، معناتها غاز باللغة العبرية. إذا الجيمل والزين عكسها، الجيم تمها مفتوح لليمين، أما بالنسبة للزين لليسار. إذا هم عكس بعض، الجيم والزاي عكس بعض في اليدوي. إذا هذا بالنسبة لهوزة. حطي حرف الحاء حرف هيك كأنه حدوة يعني، حدوة في ناس برسموه هيك بالشكل هذا، لا بأس كل واحد يا هيك يا هيك، المهم انه حدوة سواء طالع فيها ذنب او لا. اذا هذا حرف حي. حرف الطيط هيك يشبه شكله المطبوع، يشبه تقريبا شكله المطبوع يعني. هنا هي حرف الطاء، هي حرف الطاء بس بكون دنبته اعلى ونازلة بالنص، اما بالنسبة لليدوي فيكون في هذا الشكل. بالنسبة لحرف اليود او الياء ممكن تعمل شحطة بسيطة صغيرة يعني، الواو بكون طويلة اما الياء بتكون قصيرة، ممكن تحطها نقطة لا بأس في ذلك، لكن لو طولتها بكون اجمل. حرف الياء اذا هذا حطي كلم حرف الكاف بالشكل هذا، كاف بس بكون في نقطة، بدون نقطة قلنا بصير اسمه خاف، لأنه هما تلت حروف اللي بتغير اسمهم بحسب النقطة، حرف الباء والكاف والفاء بكف يعني، كأنه كلمة بكف، حروف كلمة بكف. إذا هذا بالنسبة لحرف الكاف. كلم حرف اللام هو عبارة عن شحطة تأتي بهذا الشكل، شحطة هيك وبتطلع، هذا حرف اللام. ثم حرف الميم، الميم هو عبارة عن حرف بهذا الشكل كأنه حرف N بالإنجليش، هذا حرف ميم. إذن هذا حرف الميم. حرف النون هو عبارة عن حرف بالشكل هذا، ويشبه شكله حقيقة عندما نستخدم اللغة المطبوعة أو المطبوع، هكذا يكون شكله في المطبوع وهكذا هو شكله في اليدوي. إذا انتهينا من كلم. الآن صعفص، حرف السين، حرف السين. حرف السين هو دائرة باللغة العبرية، دائرة هذه هي السين. حرف العين يأتي بهذا الشكل، عين عين كأنه انفينيتي أو عارف ايش نسميها، عاملة زي السمكة بس نازلة تحت يعني، نازلة من فوق لتحت، هذا عين. حرف الفاء يشبه شكله العادي بهذا الشكل زي الكاف، بس لازم تكون الدنبة هذه داخلة للهو، هو عبارة عن بي او فاء بدون نقطة. اذا صعفص. حرف الصاد يأتي بهذا الشكل كأنه ثلاثة بالانجليزية، وأحيانا ممكن تلاقوهم كاتبين إياها بالعبري هيك على بعض المنتجات، أحيانا على بعض المنتجات بيستخدموا اليد وهي مكتوبة بالشكل هذا. إذن رقم ثلاثة هذا حرف الصاد. قرشت يبقى أمامي أن أستخدم قرشت، حرف الكوف هيك يشبه شكله العادي، يشبه شكله المطبوع. حرف الراء يشبه شكله المطبوع عادي كمان نفس الشيء. حرف الشين بالكتابة المطبوعة هكذا، أما في الكتابة العادية يصبح كأنه حرف إي بالإنجليش، إي هذا حرف الشين. وأخيرا حرف التاء يكون